وخلونا نرحب بالضيف اللي انضم ويانا داخل استديو برنامج اهل المدينه المنشد مصطفى العزاوي. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك يا مرحبا. شكرا لك والاخت ازل ولكل مشاهديكم الكرام ولقناتكم الجميله. كل عام وانت بخير. انت بالف خير ان شاء الله. نشكر مجيئك الى ضيف الى استوديو اهل المدينه. انا هذا شرف لي وسامع على صدري اني حضرت معاكم، وان شاء الله يا ربي تكون ساعه خفيفه الظل في هذه الاجواء الجميله المباركه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نبديها كيفك تبدي بانشوده معينه؟ براحتكم. انشوده حتى بعدها نسولف ان شاء الله. ان شاء الله. حب النبي سرى في القلب فازدهرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصر، جمال طلعته قد أخجل القمر، يزيد ناظره حسنا إذا نظرا. صلى الله عليه وسلم. الله الله. طيب من يكتب هكذا أناشيد؟ من يلحن؟ هل أنتم مجموعة فريق؟ لا، هو أكيد يعني في مجال الإنشاد ولا يختلف كثيرا عن مجال الغناء. مجال الإنشاد أكيد هنالك شعراء مختصين في هذا المجال وملحنين وأيضا استوديوهات، وإحنا أيضا نتعامل بنظام الفيديو كليب، يعني تظهر كثير، بل هنالك قنوات مختصة في هذا المجال، يعني خصصت يعني شاشات، مثل ما أكو هنالك قنوات غنائية، أكو قنوات خاصة بالإنشاد وكذا. فهو أصبح رسالة عالمية طبعاً الإنشاد، لأنه يعني يحاكي أو يناقش قضايا جداً مهمة، جداً مهمة المجتمع بحاجة إلها يعني حقيقة. أنا أقول دائماً الإنشاد هو أصبح هو يساهم في بناء مجتمع، يعني يقدم رسالة سامية للمجتمع، بعكس ما أنه يقدم رسالة قد تؤثر على المجتمع. يعني على المجتمع بالضبط. الإنشاد عالج كثير قضايا أيضا، هو ليس فقط طيب الإنشاد مثل الديني. لأن حاليا إحنا حاليا نمر بتعرف بأزمة، هناك فجوة صارت بين بعض الناس والإسلام، هناك من ينقل تعاليم الإسلام أنها متشددة ومتطرفة. حاليا عليكم مسؤولية كبيرة. أكيد. توعية، شنو أهم المواضيع اللي طرحتوها؟ يعني مثلا إحنا خلينا نتكلم، يعني كثير من الأناشيد يعني اللي تناقش موضوع السلام وموضوع نشر السلم ونشر المحبة بين الناس، ايضا مثلا هنالك قضايا سلبيه في المجتمع، الانشاد يمكن ان يعالجها بكثير من مواضيع مثل يعني مكافحه التدخين. اكثر شيء يركز على موضوع الانسانيه. نعم، الانساني كثير طبعا. يعني انا مثلا انا من الناس اللي سجلت انشوده، وهي ان شاء الله تطلع فيديو كليب، ومن خلاله حصلت على جائزه يعني سفير النوايا الحسنه لبرامج الطفوله لعام 2013. من ايش وقت انت بديت بمجال الانشاد؟ طبعا من زمان، يعني احنا نتكلم من التسعينيات، لكن تعرف انت ايام زمان العراق ما كان منفتح على العالم من خلال الفضائيات ومن خلال الاعلام. من بعد 2003 بدانا نطلع على الفضائيات، وكثير من الاعمال اللي كفيديو كليب بدات تبث على كثير من القنوات العربية حتى. نعم. يعني فبدأ يعني الآن أصبح له سوق وأصبح له رواج كبير بين المجتمع. يعني ممتاز. الإنشاد. طيب لقب سفير نوايا حسنة كيف نقدر نستغله إحنا حاليا؟ يعني مفروض أنه هناك استغلال حتى التوعية. يعني مثلا أنا تفاجأت اليوم بالموضوع بهذا الخبر، المفروض أنه يكون هناك استغلال حتى من قبل القنوات ومن قبل منظمات المجتمع المدني. المفروض لقب، لكن رائع. إحنا حقيقة يعني يمكن الاهتمام في جانب الانشاد هو ضعيف حتى من خلال، يعني خليني اتكلم حتى على مستويات الدوله، مستويات المنظمات المجتمع المدني، مع العلم انه احنا يمكن ان نعالج من خلال الانشاد قلت لك كثير من القضايا اللي تخدم المجتمع. بالطبع. يعني احنا نساهم في بناء مجتمع، في بناء جيل كامل وجيل واعي ومثقف، لكن غيرنا يهدم. عملت مصطفى عملت لي اكثر من سنتين او ما زلت لحد الان تعمل في مجال
سفير النوايا الحسنة والأطفال قدمت أناشيد كثيرة للأطفال. هل أكو اختلاف ما بين إنه الأناشيد للأطفال عن الأناشيد اللي هي حالياً تقدمها؟ هو الإنشاد إحنا يعني مو مثل ما يتخيل الناس أو يتخيل المشاهدين الكرام، يعني إنه هو الإنشاد فقط هو في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، هو بالعكس يعني هي رسالة عامة لكل، يعني إحنا غنينا عن الأم، غنينا عن الوطن، غنينا عن الحب، عن الأم، عن الزوجة، عن الأطفال، لأنه يمكن أنشودة الطفل تكون أصعب من باقي الأناشيد، لأنه أنت لازم تنزل إلى مستوى الطفل حتى يقدر يتلقيها منك بسهولة، ويمكن من خلاله أنه يتقبلك، لأنه الطفل دائما مزاجه مختلف تماما مختلف عن الكبير. أضف على ذلك أنه رسالة الإنشاد هي جاءت من الرسالة المحمدية اللي هي الرسالة الشمولية، رسالة لكل الأمة، رسالة حتى لغير المسلمين. بالضبط. لذلك يعني احنا في مواضيع اللي نستهدفها من خلال الانشاد هي مواضيع عامه، يعني غنينا عن الشجر وعن البحر وعن النظافة، عن الجمال، كل شيء، عن الوطن، عن الحفاظ على الوطن، كل شيء، يعني حتى الانتماء للوطن، هذه امور مهمه اعتقد جداً عليكم دور جداً كبير مهمة. يعني نعم. بالذات موضوع الانتماء للوطن والوطنيه، لان كثير ما يتهم الملتزمون او الاسلاميون بانهم ضد الوطن، يعني خلينا نعم. خلينا نستغل وجودك خلينا نستغل وجودك ويانا في هذه الدقائق وسمعنا فتشي عن الوطن. اوكي. إن حبك يا وطن، إن حبك يا وطن، شلون متكون؟ ورسمنا لك خريطة بوسط العيون، العيون أهلك في دول عيونك يروحون، أهلك في دول عيونك يروحون، ولو صابك جرح يكبر جرحنا يا وطن، يا وطن الوطن محتاج وقفة ويرجع لنا، خل ننسى مشاكلنا وزعل، يكفي معاتب ولوم، خل نتكاتف اليوم ونعلم أطفال، ونعلم أطفال تبني وطن، وطن الوطن محتاج وقفه ويرجع. والله فعلا ان شاء الله يرجع مثل ما كان، ان شاء الله يتعافى من كل الجروح اللي فيه ويرجع مثل ما كان، يوقف بحيله، وان شاء الله ننسى كل هذه المشاكل اللي تصير في العراق من شمال الى جنوب. سامحني نكرت عليك الاجواء. لا بالعكس، البكاء على الوطن هو حب، هو هذا انتباه. طيب طيب، اللي محتاجينه حاليا حتى احنا نقدر انه نوصل الانشوده الى مكانها الصحيح، لانه اكو كلمات او اكو اناشيد احنا محتاجينها فعلا خاصه بالعراق، يعني من انت تقول هسه حاليا وتغني للوطن انه خلينا نبدي صفحه جديده، احنا محتاجين فعلا احيانا الكلمه والصوت المؤثر يغير، قد يغير الانسان، يعني كثير. حاليا من بيت رأفة قد احنا اكو ناس متشدده قد تفكر انه تتراجع وتغير فكرتها، يعني احنا ترى ايضا نواجه موجه من قبل الارهاب بشكل غير طبيعي، يعني صحيح. لانه يعتبرون انه احنا يعني جئنا بشيء جديد عن الدين، وبالعكس بل هو هذا ديننا السمح، ديننا الجميل، يعني هاي الرسالة المحمدية اللي جاءت لازم لكل البشرية، لازم نوصل الرسالة بعدة طرق حتى أنه توصل للناس اللي يفهمها بهذا بطرق مختلفة، خليه يفهمها، أنه لازم نوصلها لكل العالم بسلاسة بكلمات هادئة أنه تعبر عن الحب والسلام، حتى يفهمون شنو رسالة الإسلام أو شنو الرسالة اللي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا دور يعني يتحتم علينا إحنا أيضا كمنشدين وكفنانين، وكذلك حتى على وسائل الإعلام مثل حضراتكم الله يجزيكم الخير، وأيضا على الدولة نفسها، يعني أنه لازم تتحمل هذا
هذه المسؤولية وأن تلتفت لأمور يعني يمكن إحنا السياسيين اليوم ما راح يتفقون أبدا، لكن من خلال هذه الرسائل الجميلة بالضبط. يمكن كثير الناس راح نخفف عليهم، نهون عليهم، نرسم على شفاههم البسمة والفرحة بهذه الأيام المباركة. أنا أقول يعني وقلتها قبل أيام، أنا طبعا جيت من خلال الحملة هي بمناسبة المولد النبوي الشريف، فقمت العديد من الحفلات في محافظات العراق. اللي أرد أقوله أنه يمكن المناسبة الوحيدة اللي من خلالها أن نجمع كل العراقيين وما نختلف عليها، ما يختلف عليها اثنين، هي مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن من خلال إن شاء الله، ويمكن من خلال هذه المناسبة خلينا يعني تكون هي منبر لوحدة العراق، خلي تكون هي يعني الشمعة اللي تضوي إن شاء الله وحدة صفنا ووحدة عراقنا، وحتى أيضا يعني إن شاء الله يا ربي يعني نستطيع بتكاتفنا بتلاحمنا أن نبني وطن جميل فيه المحبة وفيه السلام. هذه الرسالة اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله يا رب يعني البركة بكم. إحنا سمعنا عن الوطن، وأكيد قبل المرح وسمعنا عن الوطن، حكينا موضوع الأناشيد الأطفال، وأكيد الأطفال لهم حصة لأنهم متابعين أهل المدينة برامج أهل المدينة. خلنا نسمع شيء للطفل حتى لا يزعلون. إن سمعكم عن السلام أيضا اللي هي هنشودة كان سبب أيضا في حصولي على لقب سفير الطفولة. نعم. إن شاء الله يعم السلام ونعيش كل إحنا بوئام، إن شاء الله يعم السلام ونعيش كل إحنا بوئام، كلمة بنقولها كلمة بنقولها، إن شاء الله يعم السلام، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعم السلام، أطفالنا شو تحبون نحب يعم السلام، بيا بلد وبيا وطن بكل بلاد الإسلام، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعم السلام. إن شاء الله. طيب السلام. الفيديو كليب هل تترجمونه؟ حتى إحنا نريد نوصل صورة الإسلام لكل الدول، خاصة النظرة، يعني إحنا حاليا نمر بأزمة حقيقة، إنه هناك من يعتقد إنه الإسلام متطرف وغير متسامح، نحتاج إنه نترجم هذه الأناشيد، هل هناك خطوة؟ أكيد طبعاً في هذا المجال في أعمال كثيرة ترجمت إلى عدة لغات، يعني إلى الفرنسية إلى الإنجليزية إلى التركية إلى يعني أكو اهتمام بهذا طبعاً لأن هناك جمهور كبير، يعني مثلاً أنا عمل من أعمالي وصل مشاهدة على اليوتيوب أكثر من 5 مليون. يعني أكو مثلاً بعض يعني القنوات الفضائية المهتمة تجاوزت الربع مليار مشاهدة، يعني وهي موجهة للأطفال أيضاً. قنوات تجاوزت 50 مليون مشاهدة، هذا يدل على شيء، إنما يدل هنالك يعني تعطش كبير لهذا الفن ولهذا اللون الإنشاد وكذا. والآن إحنا يمكن التغير بالسنوات الأخيرة الإنشاد من ما معروف عنه بالمنقبة النبوية بس مجرد يعني صح خمسة صح ستة قاعدين في مسجد وكذا، الآن ظهر إلى العالم، صرنا نطلع إلى مهرجانات دولية، شاركنا في العديد من المهرجانات الدولية اللي يحضروها أكثر من 25-30 ألف عوائل بأكملها تحضر، عوائل بشكل كبير من جميع، والأجمل في ذلك يعني والجميل في ذلك هو أنه تنوع شرائح المجتمع اللي تحضر رائع. وكذلك حتى الطوائف وحتى يعني أنا إحدى حفلاتنا أذكر في سوريا نسأل الله تعالى نفرج عنهم في حلب، السرى الأول هو حفل معروف إنشاد وكذا، لكن السرى الأول كانت عائلة مؤلفة من 14 شخص كلهم مسيح، كانوا حاضرين معنا وينشدون معاي الأناشيد وحافظيه لنا من خلال الشاشات. جميل. وهذا هذا شيء حقيقة إحنا يسعدنا يعني أكيد. لأنه أكيد. إحنا يعني ما الإنشاد ما أجا حتى يعزز يعني احنا من البدايه قلنا محمد للجميع والاسلام هو للجميع، رساله شامله بالضبط، رساله ومبادئ هي للجميع يعني. واحنا جايين نشوف احنا يعني عندنا احنا فقره الصور الاكثر تداولا، هناك الغرب يستخدمون احاديث للرسول على على يعني اكثر ما احنا نستخدمها كعرب وكمسلمين صحيح. للاسف يعني، فاحنا نحب انه ننشر طبعا دائما اسلامنا بهذه الطريقه. طيب الحفلات اللي كانت في العراق
كيف وجدت صداها؟ يعني أفضل من العام السابق إذا كانت لديكم حفلات؟ أكيد يعني رغم تخوف الناس من الوضع الأمني، لكن نعم. يعني ما منعهم من الحضور، وهذا شيء طبعا لأنه هم يعتبرون حضورهم نعم. في مثل هذه المناسبات هو أشبه بالجهاد، يعني أنه يحضر بهذه المناسبة الجميلة نعم. وهي مناسبة تجي مرة بالسنة، فما يمكن أن يفوت. بس يمكن أنه الإعلام مقصر بشكل كبير حول هذا الموضوع اللي هو متخصص بموضوع الإنشاد، يمكن نعم. بالوطن العربي أو بالعالم أنه نعرف أنه أكو منشدين فلان وفلان معروفين يعني نعم. لهم صدى واسع، بس للأسف أنه المنشد العراقي اليوم هو يمكن ما معروف. إن شاء الله نبدي صفحة جديدة يعني. إن شاء الله نبدي صفحة جديدة. المشكلة إنه إحنا بالوطن العربي معروفين أكثر من الداخل. من الداخل. والقنوات العربية مهتمة فينا أكثر من قنوات المحلية. يعني تعرف إنه بالعراق ماكو شيء مهتمين بيه للأسف يعني. مع الأسف. كدولة وكحكومات. أي نعم. للأسف. إحنا يعني. نتمنى يعني نعم. إنه هنالك يعني نعم. حقيقة يكون رعاية خاصة لمثل هذا الفن ولمثل هذا هذه الألوان الجميلة اللي قلت لك يعني تساهم في بناء مجتمع. إن شاء الله. للأسف يعني الوقت خلص بسرعة، وكنا نتمنى إنه نسمع أكثر. سؤال أكثر لأن الموضوع جميل. طيب شكرا جزيلا لحضورك.